انطلقت في الكرك حملة بصمة وفاء، وفاء للوطن ولقائد الوطن، بهدف وصف الحالة العامة للشعب الأردني الواحد. فكرة الحملة جاءت إيمانا بفكرة الشعب الواحد من مختلف الأصول والمنابت، حفظا لأمن البلد واستقراره. نتابع معنا التقرير التالي من الكرك. أعلنت مجموعة من الناشطين والمثقفين من أبناء الوطن المنتمين لثراه الطهور واحتفاء بعيد الجلوس الملكي عن البدء بالتحضير لإطلاق حملة إصدار كتاب أردني وطني تحت عنوان بصمة وفاء وانتماء للوطن وقائد الوطن، والذي يصف الحالة الأردنية المميزة والتمازجية الوطنية عبر تلاقي القيادة مع الشعب. هذا اليوم حقيقة من أيام الوطن المباركة الطيبة، جاءت هذه الوفود العظيمة من كافة أرجاء الأردن في هذه المبادرة الطيبة بصمة وفاء للأردن، وجاءوا معبرين عن هذه البصمة وفاء لجلالة سيد البلاد، وفاء للأردن، وفاء للشعب الأردني. وحقيقة أنا أشكر جميع من شارك بهذه الحملة وبهذه البصمة الطيبة المباركة، والذين عبروا عن صادق حبهم وانتمائهم للأردن وحبهم وإخلاصهم بالقيادة الهاشمية الطيبة المباركة. تنطبق على هدفين، هي التأكيد على مبدأ تلاقي القيادة مع الشعب، والهدف الثاني ترسيخ حالة التمازج الوطني بين مكونات الشعب الأردني عبر عشرات السنين. والحملة تهدف كمان إلى إصدار كتاب يحتوي على 1,000,000 بصمة، 1,000,000 صورة، وهو ضمن مواصفات عالمية، حيث تتضمن الصفحات الأولى من الكتاب رسالة ومبادئ وقيم الثورة العربية الكبرى، ثم إبراز دور القيادة الهاشمية الفذة، وفي خاتمة الكتاب شكر خاص لكل من ساهم ودعم وسند الحملة. اليوم كنت عريفة حفل لانطلاق حملة بصمة وفاء في جامعة مؤتة، اللي كانت تحت رعاية عطوفة الأستاذ الدكتور رضا الخوالدة رئيس جامعة مؤتة. كان احتفال رائع، كان في حضور من المجتمع المحلي، كان في ردة فعل كثير إيجابية من الطلبة والحضور. إن شاء الله أنه نتمنى أنه هاي الحملة يعني توصل لكل الجامعات، بيكون في إلها انطلاقة إيجابية مثل ما كان في جامعة مؤتة. انبثقت فكرة الحملة إيمانا من هذه المجموعة، حرصا منهم على أمن وسلامة الأردن واحتفالا بالأعياد الوطنية. في هذه الاحتفالية نسجل كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح حفل بصمة وفاء. نقدم من جامعة مؤتة هنا كل معاني الفخر والاعتزاز بوطننا وقيادتنا الهاشمية المظفرة. نحن اليوم لا نجدد الانتماء، بل نحن نؤكد على هذا الانتماء، ولأنه في دمائنا، وندعو الله عز وجل بأن يحفظ علينا أمننا ووطننا وقيادتنا. انطلقت الحملة لتشمل جميع الأردنيين من مختلف الأصول والمنابت من خلال المنسقين في مختلف محافظات المملكة. مصطفى النسعة لبرنامج من نوفينا.